بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالحقيقة أتقدم بالعزاء ليس فقط إلى آل العميرة، إلى أهل الكويت كافة. اليوم فقدنا رجل من الطراز النادر، رجل وطني مخلص، رجل من رجالات الكويت، رجل له أيادي بيضاء في نفع البلاد وفي أفعال الخير، رجل بصراحة نادر وجوده، العم مرزوق الطنبار بن فرح. أنجبت الكويت رجل بصراحة نفتخر فيه كقبيلة العوازم، هو ينتمي إلى العوازم، إلى أهل الكويت كافة. فنسأل الله عز وجل في هذه الأيام المباركة أن يغفر له ويرحمه ويسكن الجنة وأن يجازيه بالإحسان إحسانه وبالسيئات عفوا وغفرانه. شهادتنا فيه مجروحة، احنا نعتقد بإذن الله بأنه نحسبه من الناس الصالحين. نسأل الله أن يحسن عزاءه وعزاء أهله فيه إن شاء الله.